اهلا بيكم. هنحضر في فيديو النهارده فطيره كفته الفراخ، وصفه كده مختلفه شويه غير تقليديه، طعمها حلو وريحتها حلوه. هنعمل عجينه هشه جدا وخفيفه بمكونات بسيطه جدا ومفيهاش اي حاجه معقده بقى، ولا لبن بودره ولا اي حاجه. العجينه سهله جدا، مكوناتها متوفره في البيت، وهنحشيها بحشوه جميله هتطلع في الاخر طعم وريحه مختلفين وحلوين جدا جدا. وصفه كده مش محتاجه جنبها اي حاجه غير طبق سلطه، وهتبقى حلوه جدا وكافيه جدا، مش محتاجين نقف في المطبخ تاني. انا بسمه الفيومي، لو اول مره تشوفوني انزلوا حالا اعملوا سبسكرايب او اشتراك في القناه وفعلوا علامه الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديوهاتي الجديده، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم، تكتبوا لي كومنت على رايكم في الوصفه، ويلا بينا نبدا وصفتنا. اول حاجه المقادير العجينه، هنحتاج معلقه كبيره من الخميره او باكت من الخميره الفوريه، معلقه كبيره من السكر، ونص كوبايه من الميه الدافيه، معلقه كبيره من اي زيت نباتي، وهقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا لحد ما يختلطوا. هحطهم على جنب، وهجيب الدقيق بتاعي، دول كوبايتين من الدقيق، هحط عليهم نص معلقه ملح، نص معلقه بودره ثوم، نص معلقه بودره بصل، ونص معلقه صغيره من الزعتر، يعني مش نص معلقه مليانه على الاخر قوي. وهنزل بقى بالدقيق بتاعي ده، انا حبيت اضيف التوابل عشان الدقيق يبقى له نكهه كده ويبقى له طعم. حطيت نص كميه الدقيق على الخليط بتاعي بتاع الخميره، وهبدا اقلب كده لحد ما الدقيق بتاعي يختفي. الخطوه دي بتسهل عليا العجن بعد كده، وبعدين بضيف بقيه الدقيق وابدا بقى اعجن. في حاله ان انا هضيف ميه دافيه تاني لحد لو احتجت، لحد ما العجينه بتاعتي تلم. انا ضفت تقريبا فوق كوبايه، ربع كوبايه كمان، يعني كوبايه لربع من الميه الدافيه، وابدا بقى اعجن في العجينه بتاعتي كتير جدا. العجينه دي بتحب العجن كتير عشان تبقى اسفنجيه كده وهشه. هفضل اعجن فيها لحد ما تبقى طريه وناعمه بالمنظر ده بالظبط. بقى هسيبها تخمر على الاقل ساعه. انا هخمرها في الصينيه اللي انا هسوي فيها. جبت الصينيه بتاعتي، حطيت ورقه من الزبده، ودهنت ورقه الزبده دهنه خفيفه من الزيت، وهحط العجينه بتاعتي فيها، وهدهن كمان العجينه بتاعتي بمسحه كده من الزيت عشان ما تعملش طبقه، وهسيبها لمده ساعه تخمر. الكفته بتاعتي بقى انا محطه ربع كيلو من الوراك وربع كيلو من الصدور. خلوا على طول كفته الفراخ جزء وراك وجزء صدور، لو عملناها صدور لوحدها هتبقى ناشفه جدا ومش هتبقى حلوه، لو عملناها وراك لوحدها هتبقى طريه جدا وهيبقى تشكيلها صعب شويه، وانا مش بحب اضيف لها الصراحه لبقسماط ولا اي حاجه. هنضيف عليها بقى نص كوبايه من البصل المبشور ناعم، معلقتين كبار من البقدونس مفرومين ناعم جدا، هنصفي البصل على فكره، وهنحط كمان نص معلقه صغيره من الثوم والتوابل بتاعتي، معلقه صغيره من الملح ومن الفلفل الاسود ومن بودره الثوم وبودره البصل والبهارات المشكله او السبع بهارات، ونص معلقه من جوزة الطيب. هقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض كويس جدا بايديكي كده، وعجنيها لحد ما تبقى كل حاجه مختلطه مع بعضها. هسيبها شويه في الثلاجه، ونرجع للعجينه بتاعتنا. بصوا العجينه نفخت جدا ازاي. هبدا بقى افضي العجينه من اي هوا فيها، وافردها على مقاس الصينيه بتاعتي بالظبط، وهسيبها تاني تخمر لمدة نص ساعة، او يعني حجمها يزيد شوية، يعني لو الجو حر قوي اليومين دول ممكن تقعد ربع ساعة مش اكتر. هبدأ بقى بصباعي اعمل فيها زي شكل حلزوني كده. انا حبيت اعمل الفطيرة بشكل مختلف شوية عن اني افتحها وحشي جواها الكفتة وخلاص على كده، لا انا عايزاها شكلها يكون مختلف شوية. عملت الكفتة بتاعتي على شكل صوابع كده، وهبدأ احطها في الحتت اللي انا عملتها في العجينة بالمنظر ده بالظبط. بس بعد ما حطيتها هرش بقى عليها رشه على الكفته، رشه من الموتزاريلا. ممكن ما نرشش ونكتفي بيها كده وخلاص، مش شرط موتزاريلا، بس الموتزاريلا كان طعمها حلو قوي مع الكفته. هجيب بقى معلقتين كبار من الزبده او السمنه اكون مسيحاهم، هحط عليهم نص معلقه صغيره من الثوم المفروم، وهنحط عليهم كمان نص معلقه من البقدونس المفروم، كل مفروم ناعم. هقلبهم كلهم مع بعض، وهدهن بقى الصينيه بتاعتي كلها، حتى الحتت اللي فيها موتزاريلا هدهنها. المهم الزبده والزبده والثوم والبقدونس يكونوا مغطيين الصينيه بتاعتي. هدخل فرن يكون سخن على درجه حراره 190 لحد ما تاخد اللون التحفه ده. خدت تقريبا تلت ساعه في الفرن. لو حسيتوا انها استوت من تحت ولسه من فوق ما استوتش، هنطفي من تحت ونفتح من فوق لحد ما تاخد لون. بس هي خدت التلت ساعه، وخدت من فوق ومن تحت لان الزبده خلتها تاخد لون بسرعه. الريحه مش قادره اوصف لكم، الريحه فظيعه جدا. ريحه الزبده اصلا والثوم والبقدونس اللي على الفطيره بتاعتي خلت طعمها حلو جدا جدا. اكله كده مختلفه وسريعه، يعني ممكن اصلا تبدلوا كفته الفراخ بكفته اللحمه زي ما انتوا عايزين، ممكن بنفس الشكل وبنفس العجينه تحطوا اي حشوه حتى انتوا عايزينها. العجينه كانت هشه بطريقه ما تتخيلهاش، كانت خفيفه جدا جدا جدا، يعني اسفنجيه كده على الاخر. وصفه سهله بسيطه، اتمنى الوصفه تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناه وتفعلوا علامه الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديوهاتي الجديده، وما تنسوش كمان تكتبوا لي كومنت عن رايكم في الوصفه وعن اي وصفات عايزين نعملها لكم. واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات جديده، وباي باي.